تمام. طب اجي لك يا كريم، يمكن انت بتلعب 5 على 5 ما شاء الله، ولعبت مع منتخب مصر ولعبت افريقيا ولعبت كاس عالم، صح؟ مظبوط. وما شاء الله يعني في 5 على 5 انت نجم، والنهارده بتلعب 3 على 3 وايضا نجم ما شاء الله عليك، يعني مادي اداء كويس. ايه الفرق بين اللعب 3 على 3 على 5 على 5؟ انت لعبت الاثنين وتالقت في الاثنين. والله هو الثلاثة على ثلاثة بتحس ان هي ايه، يعني هي ستريت بول، يعني بمعنى ايه يعني اكتر؟ هي لعبه، يعني هم مكتشفينها السنه هي لعبه شارع. فانت تحسها ان هي لعبه تانية خالص غير الخمسه على خمسه. صحيح. فهي الميزه التلاتة على تلاتة بتحسسك ان انت فري اكتر، بتحسسك ان انت تقدر تعمل المهارات، تقدر تظهر نفسك للناس اكتر، وفيها شو سنه عن الخمسه على خمسه. برافو. يعني انت يمكن عندك الحريه اللي انت تلعب باريحيه شويه. بالظبط. والثلاثه على ثلاثه في مساحات. بالظبط. فانت عارف تطلع مهاراتك اكتر. بالظبط. ممتعه. للاعبين والمشاهدين كمان. بس في عنف اكتر؟ هي دي ميزتها، مش يعني مش ميزه، هو يعني هي ليها ادفانتج وديس ادفانتج طبعا، بس يعني ايه، هو الرولز بتاعتها فعلا متعدله، ان فعلا الحكام ما بيصفروش على التاتش زي اللي في 5 على 5، بتبقى طف شويه. عن الخمسه في فاولات كتير جدا بنقول لا دي فاول ما تصفرش. بالظبط. طب هل سرعتها اكتر يعني؟ طبعا اللعبه طبعا سريعه، هم الماتش كله 10 دقائق ليك تايم اوت واحد وتوقفين بتوع الميديا، تايم اوت بتوع الاعلانات الاوفيشال بتاع 3 على 3. فهم ماتش يعني لازم تسرع بيهم اسرع حاجه، اقصى سرعه. اقصى سرعه عندك. طب وهو برضو يعني انتوا كلاعيبه، لان طبعا هناك او في 3 على 3 بيبقى دور، انا اعرف ده اكتر من كابتن ياسر، بس يعني انا سبقت شويه انه بيبقى التواصل المدير الفني معاكم صعب شويه، اثناء عشان في قواعد ورولز معينه. فعلا لو الحكم اخد بالي ان انا باصص للكوتش او ان انا في تواصل بينا، على طول بيدي له خطا فني. خطا فني على طول. فهو فعلا بتبقى محتاجه سرعه جدا، زمن الهجمه 12 ثانيه. فانت 12 ثانيه دي من الكره تلمس الحلقه، فانت لازم تاخد الكره تطلع بيها بره 3 بوينت وتبتدي تهاجم تاني، كل ده في 12 ثانيه. فطبعا لازم طبعاً تلعب بسرعه. بالظبط. ومحتاجه مجهود بدني عالي جدا. طب بكل امانه دي بتفيدك اللعبه الخمسه خمسه؟ طبعا بتفيدنا جدا، وبتساعدك ان انت تظهر بقى نفسك، يعني هو فعلا تحس ان اللعيبه الكويسه تلاقيها دايما ظاهره في 3 على 3 مش في 5 على 5. زي ميدو طه. صح. لعيب الاتحاد. تحس ان هو حريف. ففي 3 على 3 بيظهر اكتر. بالظبط. برغم ان هو برضه 5 على 5 متعب. عشان كابتن ياسر مساحات كبيره في الملعب، وبتعتمد على المهارات الاساسيه للعيب نفسه، مهاراتك انت لو انت عندك نسبه شوتر عاليه، عندك بنتريشن عالي اللي هو الدخول للباسكت، الاختراق يعني، فده بيسهل المهمه كتير جدا على 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 ال 3 و 3 في الملعب. غير ان انت لازم تكون في ليدر في الملعب، لازم المدرب يبقى في ليدر في الملعب، هيبقى مكانه في الماتش، لازم تختار. بتتمرنوا على الكلام ده؟ طول الوقت. من اول يوم لاخر يوم انت بتقعد تحط، مثلا هشوف كريم، وهشوف مثلا علي، وهشوف مثلا هنشوف اللعيبه اللي كانت موجوده في اللعبة.